طيب خبر تاني عندنا، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعهد بمساندة آسيا لترشيح أو لترشح رئيس الاتحاد الدولي جيانو أنفانتينو لولاية تالتة في رئاسة الفيفا. أكد الشيخ سلمان سعيه للفوز كمان هو بولاية تالتة على رئاسة الاتحاد الآسيوي. جاء ذلك في اجتماع طبعا الجمعية العمومية الـ 32 للاتحاد الآسيوي اللي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. وعبر تقنية الفيديو قال الشيخ سلمان خلال الاجتماع: كما تعلمون بدأت ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي في 2019 وتنتهي عام المقبل. أود أن أعلمكم أن أنا سأرشح نفسي للانتخابات في 2023 وأسعى لنيل ثقتكم ودعمكم مرة أخرى لولاية أخرى كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. انتهاء الشوط الأول بين الأهلي والزمالك أعتقد 15-18 ولا 15-15 تعادل 15-15 ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية. كل التوفيق إن شاء الله لفرقتنا. طيب